وهتيجي عليها كده. حاولوا ان انتوا تغذوا الرموش كلها كتير، برضو كلكم نفسكم تبقوا رموشكم زي الواد اللي قاعد قدامي اللي زي العسل ده، كانوا بيعكسوه زمان برموش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحشتوني يا جدعان، وحشتوني بجد والله العظيم. النهارده اجيب لكم وصفه قويه جدا لتطويل الرموش، وفي ناس كتير رموش هتقع ان شاء الله هتقويها ومش هتخليها تقع، وفي ناس الحواجب عندها ضايعه يا ناس يا عسل انتوا والله. ان شاء الله النهارده عشان ما اطولش عليكم، الوصفه بسيطه جدا ومكونات موجوده ورخيصه، وان شاء الله هتقوي الشعر ده وهتطوله. ناس كتير كانت بتعاني، كلكم عايزين رموشكم بنفس الستايل ده وتوصل اكبر من كده، ان شاء الله بالوصفه دي يوميا على الله هتعملوها، هتبقى فترمان، هيبقى فترمان بسيط جنبكم كده كل يوم بالليل هتحطي منها. يلا بينا نخش على الوصفه على طول عشان ما اطولش عليك يا قمر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. بذور الكتان يا جدعان، بذور دي قويه جدا يا جدعان لتكثيف الشعر وتطويله، فاحنا هنستخدمها النهارده في وصفه الحواجب والرموش. طبعا كتير كتير بيدور على رموش جذابه وكبيره، فطبعا ان شاء الله واحده واحده وخطوه خطوه هوريكم ازاي نعمل الوصفه القويه دي. هتاخدي ست كل معلقتين شاي من البذور الكتان، بعد كده ست كل نص كوباية مية، تمام؟ بعد كده ست الكل هتسيبيها على النار، وزي جميع وصفاتي لازم أي وصفة يا جدعان نكتم البخار بتاعها، علشان المية اللي بتطلع ديت هي الزيوت اللي احنا بنستخلصها من الجل، فاحنا عايزينها نفضل موجودة فيها جل بذور الكتان. نكتمها كده يا جماعة، نسيبها بس لحد ما تغلي مع بعض وتاكل في بعض ونرجع لكم تاني. وكده يا ست الكل الطبخه بقت جاهزه يا قمر. بصوا الميه بدات تتقلص، وصلت للي احنا عايزينه بالظبط، يعني احنا كده وصلنا للي احنا عايزينه بالظبط. طيب ايه اللي بعد كده؟ هتسيبيها تبرد وبعد كده هنرجع لكم تاني. تاني مكون معانا يا جماعه الريفو، برشام الريفو او الاسبرين او اي مكان كل واحد بيطلق عليه في المكان بتاعه، في المكان بتاعه المسمى بتاعه. بصوا يا جماعه المكون الثاني في الوصفه بتاعتنا يا جماعه النهارده برشام الريفو او الاسبرين او 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 اللي هو مخصص للصداع والبرد، الحاجات زمان دي حاجات كويسه جدا، عملت منها فيديو قبل كده للبشره للتجاعيد، ان شاء الله دخلناه في الشعر اهوت، ومتاكد ومليون في الميه ان افادته قويه جدا. البرشام ده بمثابه صيدليه لوحده او زخانه لوحده كامله، فيها شفاء كتير فعلا. زمان كان يقول لك لو الواد تعبان اديله اسبري او اديله ريفو ونيمه وغطيه هيطلع بالصلاه على النبي الصبح اسد. المهم يا ست الكل عشان ما اطولش عليكم، هتجيبي برشامه زي دي كده، وبعد كده هتسيبيها في ايه؟ في قلب الكوبايه كده تدوب. عايزين الميه اللي تبقى موجوده دي عايزينها تدوب بنفس الطريقه دي كلها. بص يا ست الكل هتبدا تدوب معانا اهي لو ملاحظينها. ده تاني مكون معانا في الوصف. طيب بعد كده ست الكل، بعد كده ست الكل بعد ما بردت بذور كتان اللي هو بقى نظام جيل اهوت هنصفيه. بصوا يا جماعه صلوا على الرسول الكريم، بس الاول كده عايزين نصلي على النبي اهو. هتعمليه بنفس الطريقه كده، خليكي بلدي يا بيت اهو. اهم حاجه بقى قمر انت الخليط اللي بينزل البذور دي، بصوا تبدا تنزل اهي، شايفينها؟ ده الاساس اللي احنا عايزينه. هيبقى عندك حواجب زي الساحره الشريره. صفي منها على قد ما تقدري، هاتي خلاصتها شرب بقى عندك، طرحة، اي حاجة هتصفي منها. دي اللي احنا عايزينها. طيب هنضيف عليها ايه تاني؟ طبعا هنرجع لمرجوعنا اللي هو الريفو، هنضيفه عليها تمام.
وبعد كده هنستخدم زيت اللوز يا جماعه. زيت اللوز المر موجود عند حضرتك، مش موجود زيت الخروع، يعني زيت الخروع او زيت اللوز المر تاخدي تحطي معاهم ربع معلقه كده، عشان طبعا المكون اللي احنا عاملينه قليل، مش عاملين حاجه كبيره. طيب بعد كده يا ست الكل هتبداي تعملي عمليه دمج ليهم، هتخلطي مع بعض. ان شاء الله يا ست الكل، والله بعون الله، استمر عليها يوميا على الله قبل النوم. قبل النوم حطي على حواجبك وحطي على رموشك، وقعدي شهر جربي، يعني بعد شهر النتيجه هتطلع معاكي بكل مقاييسها. بعد كده يا قمر هتضيفي ايه؟ جل الصبار، نقطه نقطه منه. الجل ده موجود، ممكن تلاقيه في الصيدليه في اي مكان، نقطه منه بنفس الطريقه كده. هتعملي عمليه دمج برضو. اهم حاجه يا جماعه نركز على موضوع ان احنا ندمج المواد دي كلها مع بعض، وندمج المكونات دي كلها مع بعض. خليكي بلدي، وما تنسوش يا جماعه الصلاه على حضره النبي. بعد كده يا ست الكل علبه زي دي، علبه موجوده في البيت بتاعت مخمريه ايا كان، هي صغيره، هتجيبيها وهتفضي منها في نفس الطريقه. هتبقى بالشكل ده معاكي، هتشتغلي عليها لمده شهر. شهر يا جماعه كامل بفضل الله هتتفرجي على حواجبك وعلى رموشك. طبعا كله بيدور على الرموش الطويله، انسوا بقى ان انتوا تجيبوا رموش وتركبوها، انسوا انسوا، ان شاء الله هتلاقيها قويه معاكم. بيان على المعلم بقى ست الكل، بعد ما بنعمل الوصفه ديت او زي ما انا بكلمك، شايفين اللقطه دي؟ اي حاجه بقى عندك، قطنه بتاعت الودن دي، بصي يوميا على الله قبل النوم هتعملي بنفس الطريقه دي، ركز عليها اهي، وهتيجي عليها كده. حاولوا ان انتوا تغذوا الرموش كلها كتير، برضو كلكم نفسكم تبقوا رموشكم زي الواد اللي قاعد قدامي اللي زي العسل ده، كانوا بيعكسوه زمان برموش. اهو وبعد كده عندك رموش بنفس الطريقه عليها كده. واعملي عمليه تدليك ليها، عمليه مساج، ان انت تنشطي الدوره الدمويه في المكان ده قبل النوم يوميا على الله لمده شهر، هتلاقي النتيجه معاكي قويه جدا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. وبكده يا جماعه خلصنا وصفتنا النهارده، يا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم. ما تنسوناش بقى من الدعوه لله واللايكات والشير، وركزوا يا جماعه قبل النوم، قبل النوم يوميا على الله لمده شهر، وبعد شهر تعالي لي في كومنت وانا منتظرك، هتقولي لي النتيجه عامله ايه، وانا متاكد يقينا مليون في الميه بفضل الله ان هي هتجيب معاكي نتيجه كويسه. احنا كده خلصنا فيديو النهارده، ما تنسيش بقى زي ما انا بقول كل مره اللايك والاشتراك يا قمر يا عسل انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.